صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك حسد مذموم وحسد محمود؟ وهل إذا حسدت الشخص على ثباته على دينه وكثرة أعماله الصالحة أكون قد أثمت في ذلك؟ الحسد المحمود هو الغبطة، أنك تتمنى أن تكون مثل فلان في طلب العلم، في قيام الليل، في الصدقات، تتمنى أن تكون مثله. هذا طيب، هذا يدل على رغبة في الخير، هذا يسمى غبطة ما هو حسد. أما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة التي عند أخيك، تتمنى زوالها عنه، هذا هو الحسد المذموم. نعم.